شقة اف تروا للبيع في ولاية وهران حي كاستور بسعر 1,420,000,000. مرحبا بكم مع ماي هوم اجنسي. اليوم جيناكم جبنا لكم ان ابارتمون دو تيب اف تروا دون زي نوفيل ريزيدونس افيك ان سول اسانسور. لابارتمون ديالنا غادي تكون بعقد ملكية ودفتر عقاري وبمساحة تقدر 83 متر مربع. لابارتمون ديالنا غادي تكون فيها دو فاساد في الطابق رقم 6. غير ندخلو نلقاو صالون مفتوح ديريكتومون على ان كويزين و لابارتمون غادي تكون روليي افيك ان فيديو فون. هذا هو لو صالون ديالنا مفتوح ديريكت افيك ان كويزين. لابارتمون لي بيان ديكوري بيان انكليري. شو حنا بيان ديكوري بالبياطراز ما بيان انكليري بلي سبوت ليكليراج يعني مخدومه على حساب لي نوم اكزاكتومون. وهذه هي لا كويزين ديالنا. كاينه بوسيبيليتي باش لابارتمون تتباع افيك لو موبل بسعر راح يكون 1,500,000. يعني نقدروا نبيعوها بالموبل ونقدروا نبيعوها بلا موبل. السعر راح يكون 1,500,000 بالموبل، بلا موبل غادي يكون السعر 1,420,000,000. هذه هي لا كويزين ديالنا مخدومه فريمون الله يبارك. وعندنا حنا انفونات اللي طارينا في ديغاجي سي لا بريمير فاساد. هذه هي لا كويزين ديالنا. ما نشوفوا الدار دو سو كيفاش مخدومه فريمون الله يبارك، حاجه فريمون ما شاء الله. غادي ندخلو نشوفو لا بروميير شومبر. لا بروميير شومبر فيها ان بالكون لي فيه ان في ديغاجي ديريكتومون. مام لا شومبر لي كليماتيزي وفيها دي ريدو إلكتريك. ندخلو حنا نشوفو هذا البالكون ديالنا. هادي هي لا بروميير فاساد تاع لابارتمون ديالنا. هادي هي لا بروميير فاساد. شوفوا مخدومين فريمون الله يبارك لا فينيسيون يعني ما شاء الله. نروحو نشوفو عندنا سال دو بان انتيغري افيك تواليت وعندنا ان دوزيام شومبر بور لي زونفون. هنا عندنا هذا هو سال دو بان ديالنا فيه ان دوش انغلاز. شوف كيفاش مخدوم فريمون الله يبارك. للناس اللي راهي انتيريسي بهاد لابارتيمون باغي تعرف بلوس دانفورماسيون باغي دير فيزيت راح تسجلو الرقم تاعنا في لا ديسكريبسيون. هذه هي لا دوزيام شومبر بور لي زونفون وبيان سور فيها بالكون افيك ريدو الكتريك بلوس كليماتيزور. وعطاتينا اون في ديغاجي سو لا دوزيام فاساد. بون غادي يبان منا يبان لكم لوندروا لي رانا فيه. انا في حي كاستور. هذه هي الرومبوا تاع كاستور. لوندروا فريمون استراتيجيك بروش توت كوموديتي يعني مام الكارتي فريمون كالم سيكوريزي يعني حاجه فريمون ما شاء الله. للناس اللي راهي انتريسي بهذا لابارتمون ما عليهم غير يتصلوا بماي هوم اجنسي. مرحبا بكم معنا. السلام عليكم.